لما تكون عايز تبقى فخور بنفسك فما تتعاملش معاها بنعومة، يعني ما تطلعش لنفسك الأعذار. مش في كل مشكلة انت تقع فيها انك تطلع لنفسك الأعذار، حاول انك تواجه عيوبك علشان تقدر تتلافيها حتى في المستقبل وتقدر تحقق هدفك اللي انت بتسعى ليه. وافتكر دايما عايز تحقق حلمك يبقى ما تتعاملش مع نفسك بنعومة. اهلا بكم، النهارده هناخد اول ليسون في تنجومتري اللي هو التايتل بتاعه بيتكلم عن حاجه اسمها دايركتد انجل. الدرس سهل وبسيط، انا مش عايزك تعقد نفسك وانا مش هقول لك كلام كتير وانت مش هتفهمه، انا عايزك تركز بس في كل معلومه انا بقولها لك علشان انت في اخر الفيديو تقدر تحل اي مساله في كتاب المعاصر. فاكر لما كان مثلا لو جيت رسمت لك راي كده واسمه مثلا او سي، ورسمت لك كمان راي كده اسمه OA. في الحالة ديت لما عملت هنا 2 ray اداك ايه؟ اداك انجل. اداك ايه؟ انجل. هتقولي ده كلام معروف. طب لو جيت قلت لك انا عايز النيم بتاعت الانجل ديت، هتقولي بسيطة، الانجل ديت انا لما اقول النيم بتاعتها اسمها AOC او COA. يبقى تاني كده النيم بتاعتها AOC يا اما COA يا اما O، الانجل O. طيب تمام، لحد كده تمام تمام. طب لو انا بقى جيت رسمت لك او عملت لك ري كده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ده كده دايركت، ده اتجاه، اهو ده بقى اسمه دايركتد انجل. دايركتد انجل ان هو خلى لك ليها اتجاه وانت ملزم بالاتجاه ده. فالاو سي ده اسمه انتيال سايد، انتيال سايد ده البداية من عنده. لما تيجي انت مثلا رايح المدرسة، بتطلع من البيت ورايح المدرسة، بتطلع من البيت، البيت ده اسمه انتيال بوينت، يعني نقطة البداية. طب والسهم او الري ده راح فين؟ رايح عند التيرمينال سايت، تيرمينال سايت. يبقى الاس الاو اي ده اسمه تيرمينال سايت، يعني الضلع النهائي. يبقى الاو سي اسمه انتيال سايد او سي، والاو اي اسمه تيرمينال سايد. فهل يا ترى لما اجي بقى اقرا او اقول لك النيم بتاعت الانجل ديت، لما اجي اقراها فهقول اي او سي او سي او اي زي ما احنا كنا قايلين من شويه؟ لا طبعا، في فرق ما بين الانجل اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه والدايركتد انجل. الدايركتد انجل بيعبر عنها عن طريق اوردر باير كده، اوردر باير، ومن فيرست بوزيشن هنا او الفيرست بروجكشن هنا اسمه الاو سي، الاو سي اللي هو الانتيال سايد، وهنا هنكتب الاو اي اللي هو التيرمينال سايد. وطبعا ما ينفعش ان انا اعمل تشينج ما بينهم هما الاثنين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الاو سي تيجي مكان الاو اي واقول عليها ان الانتيال سايد هتبقى مكان الاو اي. غلط، ما ينفعش، ما ينفعش. طب لو جيت رسمت لك انجل تانية برضو او سي ري او سي وبرضو ري او اي، بس عملت الاتجاه هنا بقى منين؟ من عند الاو اي ورايح عند مين؟ عند الاو سي. يبقى انا ملزم بالايه؟ بالاتجاه ده. الاو اي هنا اسمها انتيال سايد والاو سي اسمها تيرمينال سايد، اسمها ايه؟ تيرمينال سايد. ولما اجي اعبر عنها بالباير بالاوردر باير، هنبدأ هنا بالمين؟ بالانتيال سايد اللي هو مين؟ الـ OA، وبعد كده التيرمينال سايد اللي هو مين؟ الـ OC. فهل يا ترى الـ First Angle والـ Second Angle الاثنين إيكوال؟ لا طبعا، not إيكوال. لا طبعا، ليه؟ لأن الانتيال سايد هنا مختلف عن الانتيال سايد هنا، والتيرمينال سايد هنا مختلف عن التيرمينال سايد هنا. كويس، لحد كده تمام، يا رب تكون فاهم. نرجع تاني برضو للـ First Angle. احنا قلنا هنا ان الدايركت بتاعتها from الـ OC ورايحة عند مين؟ عند الـ OA اللي هو السهم ده. ولو جيت تلاحظ هنا هتلاقي هنا ان الدايركشن هنا ماله؟ بيكون حاجة اسمها anti clockwise. يعني ايه anti clockwise؟ يعني ماشية في عكس اتجاه عقارب الساعة.
انتي كلوك وايز. وفي الحالة دي بيكون الانجل هنا او الميجر بتاعت الانجل هنا هتكون بالبوزيتيف. بليه بالبوزيتيف؟ طب لو السكند انجل، لو اللي جيت تبص هتلاقي هنا الاتجاه هنا الدايركشن جاي من عند الاو اي تو او سي، اسمها كلوك وايز يعني مع اتجاه عقارب الساعة، وبيكون الميجر بتاعت الانجل هنا هيكون بالنيجاتيف. مستر ايه؟ وفي انجل بتكون بالنيجاتيف؟ لا طبعا. امال ما انت لسه قايل بيكون هنا في نيجاتيف. النيجاتيف ديت بتعبر عن الدايركشن عن الاتجاه، والبوزيتيف برضو نفس الفكره بيعبر عن الاتجاه، بس مش بيعبر، ملهاش فاليو، ملهاش قيمه. تمام كده؟ يبقى هنا 60 ديجري وانا برضو 60 ديجري، بس ال 60 ديجري هنا هتكون بالبوزيتيف واللي تحت هنا هتكون بالنيجاتيف. علشان ايه؟ عشان الدايركشن بتاعتها. يبقى حد كده يا رب تكون فاهم. هل تعلم سيدي المواطن المبجل المحترم ان الفيرست انجل هنا احنا قلنا ان هي بتكون الانجل بتاعتها هنا بالبوزيتيف 60، تعرف ان بقيه الانجل من بره من هنا بتكون نيجاتيف؟ ما هو ده بالبوزيتيف. هل يا ترى اللي بره هتكون بالبوزيتيف؟ لا طبعا هتكون بالنيجاتيف، هتكون بالنيجاتيف. ودي اسمها اكوموليتيف انجل. اكوموليتيف انجل كلها على بعضها بتكون ايكوال 360. ايكوال زي كام؟ 360. اي انجل بيكون لها تو ستاندرد بوزيشن، اي انجل بيكون لها تو ستاندرد بوزيشن، بيكون لها بوزيتيف بوزيشن او بوزيتيف ميجر، وبيكون لها نيجاتيف ميجر. يبقى اتش دايركتد انجل ان ذا ستاندرد بوزيشن هاز تو ميجر، عندها تو ميجر بوزيتيف اند نيجاتيف. والبوزيتيف بلس النيجاتيف يديك في الاخر لازم تديني 360. لازم نديك كام؟ 360. ولازم تحطهم جوه الابسولوت، عشان احنا قلنا ان النيجاتيف ديت ما بتعبرش عن قيمه، ملهاش فاليو، ما بتعبر عن اتجاه. يبقى اي انجل كلها على بعضها بتكون ايكوال 360. يبقى الميجر انجل 60 دي بالبوزيتيف، يبقى اللي بره دي هتكون بالنيجاتيف. طب الفاليوز بتاعتها بكام؟ القيمه بتاعتها بكام؟ احنا قلنا ان كلها على بعضها اصلا كلها اسمها اكوموليتيف انجل كانت ايكوال 360. فالمفروض هنا علشان تطلع الفاليوز بتاعت الانجل اللي بره ده او الاكستيريور انجل ديت هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ 360 ماينس 60 ماينس 60 اللي هي اللي جوه اللي هي بالبوزيتيف ديت هيديك كام؟ هيديك كام؟ 300. غلط. امال ايه؟ نيجاتيف 300. طب ليه؟ احنا مش قلنا يا ابني الحلال ان الانجل ذات نفسها بالبوزيتيف 60؟ ايوه. يبقى اللي بره هتكون باب الايه؟ بالنيجاتيف. تمام؟ فما تنساش النيجاتيف بتعبر عن الايه؟ عن الدايركت او الدايركشن. طب السكند انجل هنا احنا قلنا ان هي الميجر بتاعتها بنيجاتيف 60، يبقى اللي بره ديت هتكون بالبوزيتيف. يبقى 360 ماينس 60 هتكون ايكوال 300 بالبوزيتيف، هتكون بالايه؟ بالبوزيتيف. طب لو جاب لك هنا قال لك اكسرسايز كده convert to from positive measure to negative measure and inverse، يعني حول لي من البوزيتيف للنيجاتيف، ولو لقيتها نيجاتيف حولها لي بالبوزيتيف. نفس الاكزامبل اللي فات هنا جاب لك وقال لك نيجاتيف 120. النيجاتيف 120 ديت دي اصلا الميجر بتاعتها بتكون بالنيجاتيف، يبقى لازم اجيب لها بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى انا هعمل ايه؟ هنضيف لها 360 اكوموليتيف انجل. يبقى 360 ماينس 120 هيكون ايكوالز كام؟ 240، وهتكون بالبوزيتيف. اشمعنى؟ علشان ال 120 هنا هتكون اصلا بالنيجاتيف، فما ينفعش اللي بره ديت اللي هي المكمله ليها اللي هي اللي تبقى كومبلمنت ليها هتبقى بالنيجاتيف برضو، لا هتبقى بالبوزيتيف. نيجاتيف 400 في انجل 400 انا اخر 360، انا اخري 360. طبعا النيجاتيف 400 ديت يعتبر جريتر زين 360، يعني ال 400 جريتر زين 360. 360 اللي هي 1 كومبليت روتيشن، كومبليت روتيشن دوره كامله. ده بقى ايه؟ عامل زي اللي بيلف التراك. يعني مثلا ايه؟ هديك مثال. يعني مثلا انت في النادي والكابتن قال لك لفل التراك مره واحده، فانت لفيت التراك مره وزودت كمان نص لفه كمان، نص التراك او ربع التراك، يبقى انت كده عملت ايه؟ لفيت دوره كامله كومبليت روتيشن، وعملت ايه كمان؟ وزودت كمان من عندك. دي بالظبط الميجر انجل اللي هي ال 400 ديت.
فاحنا لازم نعمل ايه؟ احنا عايزين نعرف مقدار الزياده، انت زودت قد ايه، فاحنا بنعملها سبتراكت فروم الايه كومبليت روتيشن. يبقى الفور نيجاتيف 400 نيجاتيف 400 هنضيف لها، هنحط لها 360 بالبوزيتيف، 360 بالايه بالبوزيتيف، هيديك كام؟ هيديك في الاخر نيجاتيف 40. هيديك كام؟ نيجاتيف 40. انا ده بقى الانجل الاصليه. دي الانجل الاصليه، النيجاتيف 40 دي بقى ام واخدها كده وام ضايف لها برده 360 عشان اجيب الكومبلمنت ليها. يبقى 360 ماينس ال 40 هتكون ايكوالز كام؟ 320. وال 320 ديت هتطلع بالبوزيتيف علشان هي اصلا نيجاتيف 400 هنا بالنيجاتيف، فلازم تكون دي بالبوزيتيف، بيبقى الانفرس بتاعتها يعني. طب هنا بيقول لي 150 الميجر انجل ديت طبعا عندك هنا بالبوزيتيف، فال 150 ديت لازم نحط لها الايه 360. هيبقى 360 ماينس 150 هيطلع لك الانسر كام؟ 210. وخلي بالك ال 210 هتطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى 210 هتطلع بالايه؟ هتطلع بالنيجاتيف. اشمعنى؟ عشان 150 الميجر هتكون بالبوزيتيف، فلازما الانسر لازما يطلع لي بيكون بالنيجاتيف. لو جه لك كده برضه كمان اكزامبل، هنا بيقول لك determines the smallest positive measure of the angles. عايز ايه؟ تطلع smallest positive measure of the angles. smallest positive measure ازاي؟ انت عندك هنا نيجاتيف 60 برضه هنعمل لها ايه؟ هنزود لها complete rotation، هنحط لها complete rotation عشان هي بالنيجاتيف، فلازم تطلع لي بالبوزيتيف. هو اللي قال كده، انا عايزك تطلع لي بالبوزيتيف. يبقى نيجاتيف 60 هنجيبها مع 360 بالبوزيتيف، هيطلع لك في الاخر 300. هي دي الاجابه، اصغر قياس بالايه؟ بالبوزيتيف. ده اصغر ميجر بالبوزيتيف للانجل ديت. طب لو جه قال لك 570 طبعا ده كده بقى ايه؟ عدى الايه؟ الكومبليت روتيشن اكبر من 360، فاحنا هنشيل منها الدوره. الكومبليت روتيشن ديت هناخدها 570 ماينس 360 هيديك في الاخر كام؟ 210. يبقى هي ديت يعتبر smallest positive measure of the angles. يا رب تكون فاهم، يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه على دماغك ده؟ يا رب تكون فاهم. يبقى 570 ديت يعتبر greater than 360. أكبر من الدورة كاملة. فهنعمل إيه؟ هنشيل منها ديت، فهنعمل سبتراكت منها 360، فهيطلع لي كام في الآخر؟ 210. بس كده خلاص. طب لما يجيب لك أنجل تانية نيجاتيف 780، وزي ما قلت لك مفيش أنجل بالنيجاتيف، بس ده بيعبر عن الإيه؟ عن الدايركشن. نيجاتيف 780 هنحط لها 360 بالبوزيتيف، هيطلع لك في الآخر نيجاتيف 420. برضه لسه الأنجل كبيرة، أنا عايز بوزيتيف، أنا عايز أحولها للبوزيتيف. يبقى النيجاتيف 420 هحط لها برضو كمان كومبليت روتيشن 360، هيديك كام في الاخر؟ هيديك نيجاتيف 60. برضو لسه بالنيجاتيف، عايزها بالبوزيتيف، هو اللي قال لي. يبقى النيجاتيف 60 هحط لها برضو كومبليت روتيشن بلس 360، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي ب 300. هيطلع لي كام؟ هيطلع لي ب 300. عندي هنا كمان برضو بيقول لي 780 دي بالبوزيتيف بقى، يبقى اللي فاتت كانت بالنيجاتيف دي بالبوزيتيف، يبقى انا هضيف لها الكومبليت روتيشن بالايه؟ بالنيجاتيف، علشان هي كبيره اصلا، كبيره قوي، وعايز هنا smallest positive measure. يبقى 780 minus 360 هيكون equals 420، برضه لسه كبيره، هنقول برضه هنحط لها كومبليت روتيشن بس بالايه؟ بالنيجاتيف عشان تبقى صغيره. يبقى النيجاتيف 360 هيطلع لي كام في الاخر؟ 60 ديجري. هيطلع لي كام؟ 60 ديجري. ننتقل بقى لجزء تاني كده، حاجه اسمها ستاندرد بوزيشن. ايه ستاندرد بوزيشن دي؟ ستاندرد بوزيشن ان بيكون مثلا انا عندي هنا الكوردينيتس بلين، وعندي مثلا الاري ده ستاندرد بوزيشن بيكون لازما عنده هنا تو كيسز او تو تيرمز، عنده شرطين. الشرط الاولاني بيقول لك هنا ان لازما يكون اتس انتيل سايد coincide with the positive direction of x axis. يعني بيقول لك ان الانتيال سايد بتاعتها لازم أن يكون عند مين؟ عند الاكس اكس. فين بقى؟ عند البوزيتيف دايركشن، هنا كده بالظبط. طب السكند تير بيقول لك ان لازم أن يكون its vertex is the origin of the rectangular coordinate system. لازم أن تكون الفيرتكس بتاعتها هنا. طب يا مستر ما اتكلمش هنا خالص عن التيرمينال سايد. لا التيرمينال سايد مش مشكله بقى عندي، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا، مفيش مشكله خالص. انا اهم حاجه عندي مين؟ اهم حاجه عندي مين؟ لازم يكون الانتيال سايد، ولازم يكون الفيرتكس بتاعته عند مين؟ عند الاوريجن اوف ذا ريكتانجولار كوردينيت سيستم.
ده الستاندرد ستاندرد بوزيشن، وهتلاقي عندك في الكتاب المعاصر جايب لك عليها حل كتير، وطبعا انا مش هحل عليها دلوقتي لان انا كده كده هحتاجها تاني في الدروس القادمه، فما تقلقش. يعني ننتقل لجزء اخر، حاجه اسمها ايكوفالنت انجل. ايكوفالنت انجل برضو نفس الاكزامبل اللي شبهته لك من شويه، ان انت بتجري في التراك مره مرتين كده، دوره دورتين ثلاثه وهكذا. واقول لك برضو مثال بسيط، عند الفراكشن مثلا وليكن زي 3 اوفر 4 فراكشن، لو انا جيت عملت ملتبلاي للتوب نمبر والبوتوم نمبر ملتبلاي 2، يعني 3 ملتبلاي 2 و 4 ملتبلاي 2، هيكون الانسر ايه؟ 6 اوفر 8. على فكره الفراكشن اللي هو 3 اوفر 4 ده ايكوفالنت 6 اوفر 8، الاثنين قد بعض. الدليل انت انك لو جبت 6 اوفر 8 وعملت له سمبليفاي هيطلع لك نفس الريزلت اللي هو 3 اوفر 4. ده اسمه ايكوفالنت. الخلاصه ان اي انجل بلس او ماينس كومولاتيف انجل كانك ولا كانك عملت حاجه. ايه؟ اي انجل، ايوه، لو عملت لها انت اد او سبتراكت منها كومولاتيف انجل، زودت لها كومبليت روتيشن، زودت لها او نقصت لها 360، ولا كانك عملت حاجه. الانجل الاصليه لما نكون بقى لما نكون عايزين بقى نجيب الانجل الاصليه يبقى ولا كانك عملت حاجه. تمام كده؟ يبقى الانجل لو عملت لها اد او سبتراكت منها اكوموليتيف انجل ولكنك عملت حاجه. ازاي برضو مش فاهم؟ هقول لك تعالى كده نشوف اكزامبلز كده. لو جه قال لك فايند بوزيتيف ميجر اند نيجاتيف ميجر اند زي ار ايكوفالنت تو ذا جيفن انجلز، يعني عايزك تطلع البوزيتيف ميجر والنيجاتيف ميجر للانجلز ديت اللي هي 100، كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ هنعمل لها اد مره 360 وماينس مره 360، اد مره ب 360 وماينس مره ب 360، بنضيف لها دوره وبنقص منها دوره بس كده. يبقى ال 100 ديت بقول له هنا بلس 360 هيبقى ايكوالز كام؟ 460. برضو ال 100 اعمل منها اقول نيجاتيف او ماينس 360 هيديني في الاخر كام؟ نيجاتيف 260. خلي بالك ال 460 والنيجاتيف 260 الاثنين بيساوي ال 100. الاثنين بيساوي 100 ليه؟ الاثنين دولت ايكوالز 100. ازاي مستر؟ ازاي يعني 460؟ انت عايز تقنعني اقنعني ان 460 زي ال 100 قدها؟ يعني لو انت شلت منها كومبليت روتيشن 360 هيديك في الاخر 100. النيجاتيف 260 لو ضفت لها 360 هيديك ال 100. فهمت يا معلم؟ طب عندك كمان اكزامبل، لو جه قال لك نيجاتيف 150 هنعمل ايه؟ هنضيف لها مره 360 ونعمل منها سبتراكت 360. يبقى انا اقول هنا نيجاتيف 150 بلس 360 هيكون ايكوالز 210. اكسلنت. طيب نيجاتيف 150 هنجيبها تاني ماينس 360 هيكون ايكوالز كام؟ نيجاتيف 510. نيجاتيف 510. تعال برضو ننتقل لاخر جزء معانا هنا في الحصه بتاعت النهارده، والجزء ده مهم جدا 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 الى ابعد مما تتخيل، لانك انك هتحل عليه اكزامبلز كتيره ومسائل كتيره واي معنى الشرح حتى في الدروس الجايه. فانا يهمني انك تفهم الحاجات اللي جاي اللي هنقولها ديت. طبعا احنا عارفين ان الكوردينيتس سيستم اللي هو الكوردينيتس بلين، يعني احنا كنا قلنا قبل كده ان هو عاملين له ديفايد لفور سيكشنز. انا عندي السيكشن الاولاني ده اسمه فيرست كوادرنت، وهنا اسمه سكند كوادرنت، وهنا ثيرد كوادرنت، وهنا فورث كوادرنت. ده حاجات دي معروفه، مفيش حد يعني ايه مش عارفها. يبقى الكوردينيت سيستم فيها فورث كوادرنت، فيرست سكند ثيرد فورث، ماشي. وعندنا هنا ان الانجل هنا الميجر بتاعت الانجل هنا بتكون هنا 0 وهنا بتكون 90، ميجر الانجل هنا بتكون 90 رايت انجل، اما هنا بيكون 180 وهنا بيكون 270. كل مره بنعمل اد ل 90 ديجري، وهنا في الاخر برضو بتكون 360. يبقى الزيرو هي يا 360 ديت اسمها اكوموليتيف انجل، اكوموليتيف انجل، او انت كده عملت كومبليت روتيشن. كومبليت روتيشن دوره كامله.
يبقى هي نقطة البداية هي نقطة النهاية الزيرو هي 360. الأندز اللي هي اللي احنا قاعدين نتكلم عنها دي اسمها كوادرانتال. كوادرانتال كوادرانتال يبقى زيرو وال 360 كوادرانتال، ال 90 كوادرانتال، ال 180 كوادرانتال، 270 كوادرانتال. تمام كده؟ تمام. الفيرست كوادرنت تعالى كده نشوف الانجلز فيه السيتا، انجل اسمها سيتا، الانجل بيكون بالرمز السيمبل بتاعتها سيتا، بتكون الميجر بتاعتها بين الزيرو وال 90 اللي احنا كنا بنسميها الاكيوت انجل، ما بين الزيرو وال 90 يبقى ما بين ايه الزيرو وال 90 اكيوت انجل. طب السكند كوادرنت بيكون الميجر اوف سيتا بيكون ما بين بتوين ال 90 وال 180، 90 اند 180. تمام كده؟ تمام. وكان اسمها الاوبتيوس انجل. طب الثيرد كواد بيكون الانجل سيتا الميجر بتاعتها بتكون بتوين ال 180 اند 270. والفورث كواد بيكون الميجر بتاع السيتا بتوين 270 اند 360. الكلام ده مهم جدا، انا عايزك بعد ما اخلص الفيديو ده بالذات الجزء ده تاخده كده سكرين شوت. بس كده خلاص يعني؟ انت كده خلصت؟ لا. فاكر الباي؟ الباي بتاعت السيركل احنا كنا بنقول ان الاريا اوف سيركلز كانت ايكوالز باي ار سكوير. الباي دي كانت الفاليوز بتاعتها بتوين 2 اوفر 7. احنا عندنا برضو هنا باي برضو هنا في الكوردينيت سيستم، بس الفاليوز بتاعتها ايكوالز 180. ايه ده؟ نفسها؟ اه نفسها. طب ازاي فرق ما بينها وما بين بتاعت السيركل؟ ده بقى في الفيديو الجاي، بس انا عايزك تعرفوا النهارده ان في الكوردينيت سيستم الباي الفاليوز بتاعتها بتكون 180. طب لو قلت لك مثلا باي اوفر 2 باي ديفايد 2 هيكون ايكوالز 90 ديجري، يبقى باي اوفر 2 او باي ديفايد 2 هيكون ايكوالز 90 ديجري. علشان كده الفورس كوادرنت هنا هنعدلها تاني. يبقى الفيرست كواد الانجل سيتا هتكون بين الزيرو اند باي اوفر 2. ما احنا قلنا هي بتكون ما بين الزيرو وال 90 فوقيه، فال 90 دي هنشيلها وهتبقى باي اوفر 2. لازم تحفظها علشان لما تجيلك في المسائل يبقى انت عارف انت بتعمل ايه. طب السكند كواد احنا قلنا ان الانجل سيتا بتكون الميجر بتاعتها بين ال 90 و 180، يبقى ال 90 دي هنشيلها ونحط مكانها باي اوفر 2، وال 180 بباي الفاليوز بتاعتها باي. خلي بالك ان في المسائل معظم المسائل هتجي لك كده، مش هيجي لك يقول لك الانجل. فانا عايزك ما تحسش زي ما قلت لك ما تحسش بالصعوبه لما تيجي تحل. طيب الثيرد كواد بتكون الانجل سيتا الميجر بتاعتها بين ال 180 اند 270. لما نيجي نعملها بقى بالباي هتبقى بين الباي اند 3 باي اوفر 2. ايه؟ 270 ديت؟ ايوه 3 باي اوفر 2. لو جيت تعمل على الكالكوليتور 3 باي يعني 3 ملتبلاي الباي اللي هي 180 ديفايدد 2 هتلاقي في الاخر مطلع لك 270. احفظها علشان بعد كده هترتاح. طب الفورث كواد احنا قلنا الميجر اوف سيتا ايكوالز بتوين 270 اند 360. لا هنا بقى هتبقى بتوين 3 باي اوفر 2 اند 2 باي. 2 باي 2 ملتبلاي 180 هتديني 360. طب تعالى كده نشوف بقى ايه اكزامبل بسيط كده لحد ما نكمل ان شاء الله الحصه اللي جايه. بيجي يقول لك هنا بيقول لك determine the quadrant in which each of the following angles lies. يعني قول لي هنا الكوادرنت فين؟ عندك مثلا انجل وليكن زي ال 53 ديجري. ال 53 ديت بتوين مين ومين؟ ال 0 وال 90. يبقى اكيد هتكون ما بين في الفيرست كواد. هتكون فين؟ في الفيرست كواد. طب لما يجيب لك بيقول لك نيجاتيف 120. اه انا ما اعرفش اطلع الكوادرنت بتاعتها الا لما تبقى بالبوزيتيف، لان 120 دي اوعى تقول اه ده 120 دي ما بين 90 و 180، ده هنا بالنيجاتيف، هنا بالنيجاتيف اوعى تساويها بال 120 بالبوزيتيف. ما ينفعش طبعا زي ما قلنا، لان ده يعبر عن ايه؟ الدايركشن. فانا هعمل ايه؟ طبعا مستر ما جاب النيجاتيف، حط حولها لبوزيتيف. ازاي؟ حط لها 360. يبقى نيجاتيف 120 بلس 360 هيديك 240. يبقى 240 دي بقى فين بقى؟ بص كده على الكوردينيت سيستم، فين 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 فين؟ ها ها بالظبط. اكسلنت. ثيرد كوادرنت. طب لو جاء لك بقى نيجاتيف باي اوفر 3 طلع على الكالكوليتور نيجاتيف البوي اللي هي 180 ديفايد 3 هيطلع لك نيجاتيف 60. طلعت لك بالنيجاتيف، انا لازم اعمل لها كونفيرت تو بوزيتيف. يبقى نيجاتيف 60 بلس 360 هتكون ايكوالز 300. و300 دي موجوده فين؟ ها بالظبط كده فورس كوادرنت. يا رب تكون فهمت، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.
سلام.